السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ على خير الحمد لله. كنتمنى لا فيديو ديالتي تلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه، هي وصفه كنظن اسيويه، كتجي بنينه قزاله. انا بعدا من عشاق دائما ديال الماكله الحلوه المالحه، فداكشي علاش حبيت نشاركها معكم. المقادير عندنا كالاتي: في الخلطه الاولى يعني اللي غنرقدوا فيها الدجاج، كناخذوا لي روت كويس نتاع الدجاج او الجوانح الاجنحه جنيوحات اللي بغيتي، اولا لا ما عندكش كاع ممكن ديري هي طريفات نتاع الدجاج هكا مقطعين طويولين اللي يعجب. عندنا هنايا هكا قطع ديتهم الجلده، وعندنا التوابل كالاتي: عندنا هنايا معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الثومه بودره، عندنا نص معلقه نتاع التوابل ديال المرق الدجاج، وعندنا معلقه ديال البابريكا، ومعلقه ديال الفلفل الاسود، وعندنا الملح حسب الذوق، وعندنا جوج معلقات ديال الحامض. بسم الله، كناخذوا هاد التوابل كما هي هكا، نديرها هنايا باش نخليها تما مرطبه. ها المليحه، القياس اللي بغيتي ديال الملحه، وكنديروا جوج معلقات كبار ديال الحامض معصر. كيف ما راكم كتشوفوا هكا، دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبو هاد الدجاج وغنرقدوه هنايا. فعلا كتجي هاد الأكلة هادي زوينة مع دابا الصيف، بنادم كيقلب غير الحاجة الخفيفة، ما كيبغيش داك المراقي وداكشي، فهادي وصفة زوينة هكا الصيف للوليدات بيان سوغ غادي تعجبهم ان شاء الله. بحال هكا نخليهم هكا واحد، بحال دابا من الاحسن انكم تصيبوهم هكا في الليل وتخليهم باش يتشربوا ديك الشرمولة، او لا تخلي غير كتنوضو في الصباح ديرهم على ما كتوصل ديك الحداش، باش هذيك الساعات عاد كتقليهم او لا تخشيهم في الفران. انا غادي نديرهم في لاباراي ديك القلايه الهوائيه. صافي هكا نطيبهم ونديرهم في الثلاجه حتى الحين الاستعمال. دابا غادي ناخذ جوج معالق كبار ديال النشا، غادي ناخذ معلقه ديال البابريكا، معلقه ديال ماشي معلقه نص معلقه صغارين ديال نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود والفلفل الابيض، ونصف معلقة ديال سكينجبير، ونصف معلقة ديال توابل الدجاج، وجوج كيسان ديال الدقيق الأبيض. كناخدو كيس هذا كنقي، كنديرو فيه الكاس الأول ديال الدقيق الأبيض وهذا الكاس الثاني، نضيفو لهم جوج معالق ديال النشا، بابريكا، الفلفل الابيض والفلفل الاسود، الزنجبيل، وديك البودره ديال هذا ديال المرق الدجاج. نخلطو هادشي مزيان، كيف ما كتشوفو هكا. دابا غادي نجيبو ديك الدجاج لي صايبنا، كناخذو القطع ديالنا وكنديروهم هنا كما كتشوفو، وكناخذو واحد الطبق وكنحطوهم فيه. هي بالأجنحة كتجي حسن، معليش الأجنحة الصراحة أنا كيجوني فيهم ما يتكل، ولكن معليش كيقولنا نديرهم بهاد لاوت كويس تاهم كيجيو زوينين. هادشي كيبقى على حسب أفراد الأسرة، يعني قلال ولا كتار، الواحد كي هاد الطحين هذا ما كنلوحوش،
حيدوه نخليوه في الخيشه ديالو باش تغرب له غرب له وحيدوه في المجمد. ثاني نهار اللي تبغيو ديرو ممكن تجبدوه كتصايبو به كيف ما كتشوفوا. غادي نديرو معانا هذه القلايه الهوائيه. نشوفوا التجين واش تهمل. هانتوما كما كتشوفوا كندخلوا الموس فيها بحال هكا وكنشوفوا هانتوما هانتوما كتجي محمرة كما قلت لكم. انا نحل لكم واحدة تشوفوها هانتوما. شوفوا هاد القلاية هادي طيب حتى لداخل يعني واصل الطياب حصون. نتوما شوفوا فعلا رائعة. نتوما جديدة تنبقى على هذه الطريقة هذه حتى كنساليو الطريقة نتاع الدجاج اللي عندنا. الدجاج ديالنا هو هذا حمرناه كما قلت لكم هي بالقلايه الهوائيه. بغيتو ديروا له نتوما تقليوه في الزيت قليوه، ما بغيتو ديروه في الفران ديروه. دابا غادي نجهزوا الصلصه. الصلصه هي عباره على عندنا هنايا شي 50 غرام ديال الزبده وعندنا هنايا نص كاس ديال الكيتشوب هانتوما معلقة كبيرة ديال الصوجا الصويا صوص وعندنا معلقة ديال العسل وعندنا ربع كاس نتاع لاوت صوص. ما تخافوا زعما تقولوا هادشي حارة ولا راه ماشي تجي حارة. عندنا معلقة صغيرة ديال صلصة الباربيكيو المدخنة. دابا هادو غادي نخلطهم ونديرهم فوق البوطة تدو بهاد الزبدة. الصلصة ديالنا ها هي جاهزة كما كتشوفوا هكا كيجي واعر. غادي ناخذوا هاد الطريفات نتاع الدجاج من بعد ما خليناهم في القلايه الهوائيه وغادي نديروهم في هاد لاصوص كما كتشوفوا هكا. نبدا نقلبهم ونشقلبهم هنا. نتمنى ان الفكره تكون وصلت. فكيف ما كتشوفوا هذه الاكله هذه كتجي واعره كناكلوها في لي ريستورون تمام. فعلاش لا ما نجربوهاش ونديروها في ديورنا. هانتوما دابا كنخليوها هكا حتى كنبغيو ناكلو وعاوتاني كنقلبوها ونشقلبوها باش كتدخل لها لاصوص مزيان وتشربها. هاد الاكله هذه كنرافقوها مع الرز. انا طيبت الرز غير بالمليحه درتو في زليفه وحطيته بهذه الطريقه هذه. بغيتو تحطوه نتوما كيما بغيتو حطوه. ف هانتوما كيما كتشوفوا جربوا هذه الاكله هذه وردوا عليا الخبر وقولوا لي رايكم. انا بدا كيما قلت لكم من عشاق الحلو مالح. هانتوما وكنرشوها بشويه ديال الجنجلان الابيض. فكيف ما كتشوفوا الطبق ديالنا دابا ها هو جاهز. بقى لنا غير اننا نقدموه وناكلوه بالصحه والعافيه. وكالعاده الى عجبتكم لا فيديو شاركوها مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل. والى فيديو قادم ان شاء الله.